بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معانا في سلسله فيديو كوبايلوت ان عربي. معاكم احمد عبد الرحمن. النهارده هنبدا مع بعض التوتوريال اللي هو اسمه ادفانسد الكتريك اف اكس. يمكن انا مش هبدا بالترتيب، لكن هو حسب الوقت المتاح. ف التوتوريال ده مش هعمله على مره واحده، لان هو متقسم لكذا حاجه، فانا حابب ان كل حاجه توصل لكم بشكل مفصل ومنفصل. طيب، اول حاجه عايزين نستعرض بس معانا شويه الحاجات اللي موجوده. احنا معانا الهوت سبوت ايمج والميكسد جرانج تيكتشر والسموك السموك سبرايت والتراك ستوك باك جراوند. في حاجات انا اقولها ما اتقالتش في التوتوريال، فيا ريت نركز مع بعض. وعندنا ستوك فيديو في البلين سموك، تمام، وفي اللي هو الستريت سايد ووك. بدايتنا في التوتوريال ده مع الفيديو ده. اول حاجه نتاكد ان احنا عندنا الكالر ديبث بتاعنا 32، وده عشان حاجتين. اول حاجه عشان الجلو يظهر بالشكل الورم اللي انت بتشوفه، والحاجه التانية علشان الباندنج افكت. لو احنا حاطين جريدينت ولا حاجه، فما نلاقيش فيه تقطيع في التدريج من اللون الفاتح للون الغامق. فالت كليك هيعمل السويتشنج، او لو ضغطت كليك على طول وجيت هنا وقلت له 32 بت فلوت وعملت اوكي. الستريت سايد ووك 1920 في 1080. لو الجهاز عندك قليل شويه ممكن تروح للكومبوزيشن وتشتغل على 1280 في 720 وتعمل ريسايز للستريت ووك. مش هيعمل ديستورشن ومش هيعمل تشوه للكومب او للفيديو، لان الفيديو سكوير بيكسلز والريشيو واحد، بمعنى ان 1920 في 1080 هي 1 و 1280 في 720 هي برضو 1. فسواء دي او دي مش هيعمل ديستورت للفيديو بتاعك. كنسل، وهاخد دي واعملها في كومب لوحدها. لو عملنا زيرو هنلاقي دي بالشكل ده كده. لو بصينا على الكومبوزيشن سيتنج هنلاقي ان هو شغال 23.976. انا عايز اشتغل 25. ليه؟ لان لو انا وقفت هنا، تمام، هيبقى عندي الفريم الزياده ده. كده كده احنا عارفين الافتر اصلا بيبقي فريم في الاخر، بس انا مش حابب اشتغل على الريشيو ده، فانا خليني على 25 اف بي اس، تمام. وممكن اعمل للفوتج نفسها انتربريت فوتج مين واقول له يشتغل على 25 اف بي اس، تمام. وبكده هكون واخد لغايه اخر فريم في الفيديو، تمام. لو عملنا كده هتبقى الدنيا معايا تمام. طيب، اول حاجه عايزين نعمل كنترول واي، وهنسمي دي لايتنج، وهنحط بلاك. مش هيفرق اللون معانا في حاجه على فكره. بعد كده هنروح لإفكتس اند بريسيتس. بالمناسبه انا يمكن انا حاطط البلجن اللي هو اف اكس كونسول كنترول وسبيس، ونحط الافكت اللي احنا عايزينه. لو مش عندك اكتب ادفانسد لايتنج، وهنحط ادفانسد لايتنج. هو في بدايته بيبقى كده. بالمناسبه الجلو بتاعه اصلا مش حلو، يعني اساسا مش ظريف. فهنروح للجلو سيتنج وهنخلي دي زيرو، وهنخلي دي زيرو، او لو خليت الاوباست بزيرو مفيش برضو اي مشكله. عندي حاجتين في الافكت ده مهمين قوي. لو خدنا بالنا السوليد نازله حجم مختلف، فهروح للسوليد سيتنج. ما تشتغلش بالسكيل، هتقول له كومب سيتنج ونعمل اوكي. عندي في الادفانسد لايتنج عندي اتنين بارامتر بيتحكموا في الدايركشن وفي المكان. اول حاجه الاوريجن، وتاني حاجه الدايركشن. اوريجن هو بيستارت منين، دايركشن اتجاهه والاند بتاعه فين. بس يعني كنوع من تبسيط المصطلح، ممكن ناخد الدايركشن ده ونحطه في حاجه زي كده مثلا، يبقى جاي من حاجه من السين، تمام، او ممكن نحطه هنا، يعني وات ايفر انت عايز تحطه في اي حته مفيش اي مشكله خالص.
الاند بتاعه، افتكر الاند بتاعه هنا هيبقى شكله ظريف. ليه انا بقول الاند بتاعه هنا شكله كويس؟ لاني لما هاجي اقطع بالماسك حالا علشان احدد المكان اللي هينتهي فيه الاند، انا مش عايز اوصل لغايه هنا. على فكره الافكت ده اندلس، يعني انا بالمنظر ده كده هو هيكمل زي ما احنا شايفين. لو انت عايز ينتهي لغايه هنا ممكن تغير ل سترايك، ممكن تغير ل بريكنج، ممكن تغير ل اومني، تمام؟ بس اومني ده بقى مش هيبقى له لازمه، تمام؟ فيرتيكال تو واي سترايك وات ايفر بقى انت عايز تاخد انه واحد. انا ممكن اخد السترايك ده لانه هو بس كومباكت قوي زي ما احنا شايفين، ما بيديش تفرعات زي الدايركشنال. بريكنج افتكر الباترن بتاعه شكله حلو قوي على فكره، شكله ظريف البريكنج، يمكن انا هشتغل على البريكنج ده، تمام؟ لكن انا عايز احجم الافكت يبقى عند ما انا عايز هنا كده. اول حاجه تعالوا نظبط الشكل بتاعنا، هروح للكور سيتنج اولا، جلو ده مش عايزه، وهزود شويه بس الريديوس، الريديوس بتاعها مش قوي عشان دي هندي عليها ويجل، وهدي اوباستي ب 100%. عندي بعد كده التربولنس، لو انا قللتها هقلل شويه من نسبه الكومبلكستي بتاعت الافكت نفسه، لو انا زودتها هزود الكومبلكستي. طبعا مش عايز كومبلكستي عاليه عشان الجلو ما يلزقش في بعضه، تمام؟ الفوركنج لو انا قللتها هقلل التفرعات دي، ولو انا زودتها هزود التفرعات دي زي ما احنا شايفين. الديكي دي كده اللي هو تاخير، يعني مثلا دي ضربت من هنا لهنا ودي اتاخرت عنها سنه ودي زودت سنه، هي دي الديكي. لو انا قللت او زودت الديكي فهاخر قوي 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 الفوركنج، لو انا قللت الديكي فهيطلعوا بدري شويه. عندي بعد كده في الاكسبرت سيتنج عندي كومبلكستي، لو زودتها هيديني ديتيلز بقت شجر الكريسماس، لو قللتها هيديني لاين او سبلاين، فانا هخليها 5 مش عايز كومبلكستي عاليه قوي، هخليها 6 ديفولت كويس. ما عنديش هنا غير الفوركنج سترينجز والفاريشن، يمكن عايز ارفع الفاريشن شويه، والسترينجز هزودها شويتين. بالمناسبه الشكل فعلا فعلا بيختلف، تمام؟ سترايك عن البريكنج فعلا الموضوع بيختلف. كل دي كيدي هزودها شويه، وعايز بقى اقطع مكان ما انا عايز. عشان اعمل الموضوع ده هروح لماسك وهاخد الماسك ده هنا كده كده يبقى هيقطع عندي هنا، لكن افتكر ان ممكن اخده كده شويه بحيث اخد حجم كويس من الفيديو. طب انا عايز اقول للادفانسد لايتنينج انك انت بتتقطع بالماسك ده، خلاص؟ عشان اقول له كده هروح للالفا اوبستكل. لو انا زودت الفا اوبستكل مش قوي، تمام ماشي، هخليه بالوضع ده كده بس عشان نشوف صح. الغي الماسك لانك هتلاقي عيوب، حاجه زي كده مثلا، عيب زي ده، عيب زي ده على فكره هي قصته مش من هنا، تمام؟ فانا ممكن اعمل كده، تمام، واروح ل الثريشولد، ترمينيشن ثريشولد. لو انا قللت الترمينيشن ثريشولد العيب ده هيختفي طبعا. كده كده خلينا في الامان، خلينا بتاع 30 ولا حاجه، وعشان نتاكد تماما ان العيب ده هيختفي تعالوا نحرك دي كده. لا لسه لسه، فهزود في الثريشولد خليه مثلا 10، تمام، ما جاتش 5 افتكر، تمام. يمكن لو زودنا دي شويه افتكر مش هنلاقي العيب ده، فعلا كده مش هنلاقي العيب ده، والدنيا معانا ماشيه تمام. والبريكنج بصراحه مدي باترن احسن كتير قوي. الحركه اللي انا عمال اعملها دي، دي اللي انا عايز احركها فعلا. طيب خلينا نيجي هنا كده مثلا من اول هنا، و اكي فريم الدايركشن، واروح لاخر كي فريم وهاخد الدايركشن ده الناحيه دي.
تمام. لو جينا نبص هنلاقيه بالمنظر ده، جميل جدا. الديكي ممكن تبقى 0.2 لو انا عايز مور فوركينجز. الكومبلكستي بتاعت التربولنس ممكن تبقى 0.5 0.6 0.7. افتكر 0.7 كويسه، ولو 0.72 مثلا هتبقى اظرف. مش عايز فوركينجز كتير علشان الجلو بتاعي ما يبص. افتكر كده الدنيا كويسه قوي. ايه اللي بعد كده؟ خلاص انا ظبطت الدنيا. بعد كده احرك الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي لو انا وريتها لكم هنلاقي ان هي مش عارف اترجمها عربي، بس زي ما بنقول تغيير في شده التيار، تمام بالمنظر ده كده. طب انا مش عايز اقعد احرك بالكي فريمز، تمام، فانا هضغط الت كليك واكتب تايم في مثلا 10 ونجرب. هنلاقيها كده لو احنا مشينا كده 3 10، لا مش كويسة. كده أظرف كتير. تمام. هنا 10، هنا 34، هنا مش عارف كام. أفتكر دي كويسة أوي. طيب كده خلصنا من تقريبا احنا خلصنا كده من أنيميشن الأخ ده. أفتكر ممكن ندي للكور ريديوس لو عملنا ألت كليك وعملنا ويجل. قلنا الويجل بياخد رقمين، الأولاني التردد والتاني الأوفست أو الإزاحة. عايز الويجل سريع شوية، ممكن نحط 5 كوما. الرقم اللي جاي ده ما نعليش فيه قوي لأن هو اللي هيتحط في الكور ريديوس، فأنا ممكن أقول له مثلا 5. بالظبط، كبرت تخنت رفعت، يعني بقى فيه فاريشن في الكور نفسها. طيب هنروح للتربلنس في الاخر وهخليها 0.9 كده. الباتر احلى كتير وعندي كذا كونتاكت بوينت. خلصنا كده من اللايتنج. يبقى اول جزء عملناه ان احنا عملنا سيت اب للافكت نفسه، ودي كانت اهم حاجه، اهم جزئيه، لان الافكت كل اللي جاي هيتبني على السيت اب اللي احنا عملناه هنا. نقدر نغير صحيح، بس عملنا سيت اب كويس. خلصنا من ده، هنعمل كنترول شيفت سي وهنسمي دي لايتنج مين، وهقول له موف اول اتريبيوتس وهعمل اوكي. طب انا قلت موف ليه ما قلتش ليف؟ لو قلت ليف يبقى كاني عملت بري كومب للسوليد والافكت ده هيبقى فوق الكومبوزيشن، لكن انا عايز اعمل بري كومب واخد السوليد بالافكتس اللي عليها كده، بحيث اقدر احط لو انا عايز احط افكتس تانية فوق الكومب احط عادي جدا. تمام، هو ده الفرق بين موف وبين ليف. طب دي كده المين بتاعتي. طبعا اقدر اروح جوه المين واروح هنا للكور سيتنج وادي له كولر وليكن اورنج كولر، يمكن انا عايزه احمر شويه لان الجلو هو هيفتحه اساسا، فهرجع هنا هلاقيه بالشكل ده. بعد كده نبدا نتكلم على ازاي نعمل الكونتاكتس بوينت دي بحيث تبقى ظاهره. هعمل كنترول دي عشان اعمل دوبلكيت، وهضغط انتر وهسمي دي لايتنج سبيكيولر، وهعمل سولو لايتنج سبيكيولر. اول حاجه انا عايز اعزل الجزء اللي تحت ده، فهعمل كنترول سبيس وهكتب لينير. واي اتفقنا ان احنا ممكن هنسيرش هنا عادي جدا لو ما عنديش الاف اكس كونسول، وهقول له لينير واي. لينير واي هو بيقطع من فوق لتحت، من اليمين للشمال، من تحت لفوق، وات ايفر على حسب الزاويه. بالمناسبه
عشان تبقى عارف، عشان ما تلخبطش. شفت الزاويه دي رايحه فين؟ القطع هيجي من العكس الاتجاه، يعني هتبقى جايه كده. لو دي لتحت هيبقى القطع جاي كده. يعني انا عايز اقطع من فوق لتحت، فاعمل 180. شفتوا الاتجاه ده فين؟ هو ده الاتجاه اللي هيتم فيه القطع، عشان ما نقعدش نجرب يعني. فاحنا هنزود ده كده لغايه ما ناخد يا دوب نعزل بس الهوت سبوتس دي مش اكتر. تمام، يمكن 80، يمكن 7 8 ماشي. وافتكر دي كويس، يمكن لو رحنا هنا ورحنا للالفا اوبستكل، تمام، ورجعنا هنا تاني وزودنا ده سنة بسيطة بس. حلو قوي. دول بقى اللي هنعمل منهم الريفليكشن. فاحنا عملنا لينير وايب، بعد كده كنترول، وهنعمل البوكس بلر. بالمناسبة هو استخدم فاست بوكس بلر، وده افتكر نازل مع 2018، لكن بوكس بلر هيقوم بالغرض. اول حاجه احنا عايزين نعمل هوريزونتال وبعدين فيرتيكال. الهوريزونتال ده فايدته انه يدي الفول اوف بتاع الالكتريستي، فهنعمل هوريزونتال وهقول له بلر، وهدي اتريشنز للبلر بحيث يعمل يبقى سوفتن، وهقول له ريبيت ايدج بيكسلز. اتريشن كبير شويه تمام. بعد كده كنترول دي، المرة دي هيبقى فيرتيكال ما تشافش تمام، او متهيألك ان هو ما تشافش، لكن عشان يتشاف هحط سوليد كومبوزيت. على فكرة عود نفسك في السوليد كومبوز، في اي افكت بيتحط على الفا زي البلر او الجلو دايما هيبقى فيه سوليد كومبوزيت تمام. فهقلل البلر ده شوية وهزود الاتريشنز شويتين، طبعا مفيش حاجة باينة، بس لو حطينا اكسبوجر وزودنا اكسبوجر هنلاقيها ظهرت بالشكل ده. فممكن بقى ازود الفيرتيكال ده كده، و انا عايز اخلي ده كده عشان عايز اشيني شويه، ودي ممكن اخليها 2، وافتكر كده هنوصل لنتيجه كويسه. احنا كده عملنا كده، وصلنا نتيجة كويسة جدا كمان. تمام، حلو قوي. بس بما اني استخدمت سوليد كومبوزيت فكده الالفا تشانل بالسلامة، فما قداميش غير اني اعملها اد تمام. فهشيل السولو هنلاقيها بالمنظر ده كده تمام. افتكر الاكسبوجر ممكن نعلي شوية. طب انا عايز اقطع اللي فوق دي، هحط لينير وايب تاني، لينير وايب نفس القصة 180، وهنزود ده لغاية ما نوصل لغاية هنا كده، ونقوم مديين فيذر عشان يبقى فيه بلند بين ده وبين ده. يبقى كده احنا الخطوة الأولانية دي اللي هي الريفليكشن افتكر تمت بنجاح. عايز الريفليكشن على فكرة وايد عن كده، هتزود البلر الأولاني اللي هو ده. لو انت عملت كده فانت هتزود الفولوف بتاع الريفليكشن، وبالتالي هيبقى فيدد شويه تمام. لكن انا حابب ان ده اقلله. اوبس، ده الفيرتيكال على فكره. الفيرتيكال ممكن نزود الاتريشن ونقلل شويه ده، وده ممكن نقلله شويه، فناخد شايني افكت شكله حلو قوي على الارض. جميل، حلو قوي لغايه كده. طب كده ده خلاص يعني، ده نقدر نقول لو احنا قفلنا ده 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 ده, ده. خلاص ده كده السبيكولر. طيب في حاجه مهمه، ايه هي؟ عايزه ياخد
تيكت شارمندي من الفيديو نفسه. ممكن على فكره ان انا اشتغل بفيديو نفسه، هو اشتغل هنا في الـ بال بال بالتيكت شارم دي، لكن كان ممكن من الاول ان احنا نشتغل من السايد ووك نفسه، تمام، من الفيديو نفسه، ان احنا نجيب التيكت شارم نفسها. لو انا رحت خدت الميكسد جرانج ورحت جاي حاطط هنا كده، تمام، عايز اعملها F4 واعملها 3D والفها على اكس 270 طبعا معايا شيفت، وانزلها تحت شويه واعمل لها سكيل بالشكل ده. ممكن اخدها لورا حبتين بحيث اجيب شويه من التكتشرز دي او من التكتشر دي هنا. بعد كده كنترول شيفت سي، ودي هنسميها ريفليكشن تكتشر او ماب وات ايفر اللي انت عايزه، F4، ونروح هنا ونعمل دي لوما مات بالمنظر ده، هنلاقيها بالشكل. طب انت لو عايز تقوي الريفليكشن ده، روح على الريفليكشن تكتشر دي وحط هنا بلاش كيرفز، خليها ليفلز، والعب هنا زي ما انت عايز في الميد تون و الهايلايتس والشادوز، لو انت عايز تدي بوست للريفلكتيفيتي شويه بالشكل ده كده. ممكن لو رحنا في الريفلكشن تكتشر وخدنا السايد ووك نفسه وعملنا ده افتكر اوفرلاي، وممكن سوفت لايت، ورجعنا هنا هنلاقيها خدت ريفليكشن من نفس التكتشر بتاعه الطريق. ممكن نعمل كده وناخد كيرفز و نرفع دي شويه ونقفل، هنلاقيها زي ما احنا شايفين كده. ودي زي ما اتفقنا نرفع او نقلل الريفليكشن زي ما احنا عايزين. اذا بقى عندك كمان كنترول في انك انت تظبط الريفليكشن بتاعك زي ما انت عايز. نشوف هنلاقي بالمنظر ده. ممكن نيجي على اللايت سبيكولر دي، ولو عايزين نحاكي شوية من التعرجات والتدرجات بتاعة الطريق ده، ممكن نحط تربيلنس ديسبليسمنت، بس السايز هيبقى قليل قوي، تمام. ممكن تربيلنس سموس، مش عارف انه اللي هيبقى احسن، بس افتكر الافكت سطل قوي 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 قوي، يعني لو حاجة كده. و ممكن نعمل حاجة أظرف، هاخد السايد ووك وهعمل لها سولو وهحط عليها تنت، وبعدين هحط عليها كيرفز، وهخليها كده كنترول شيفت سي، ودي هسميها جراوند، ديسبليسمنت ماب، وهخفي دي وهروح للاخ ده، والمره دي هاخد ديسبليسمنت ماب. الماب بتاعتي هتبقى جراوند ديسبليس، و هاخد الديسبليس من اللومينانس، وهنا الديسبليس من اللومينانس، لان انا عندي لومينانس اللي هي اللومينانس اللي هي ايه، اللي هي الابيض والاسود دي، تمام. وهروح هنا وازود شويه الديسبليس
راب بيكسلز ماونت. تمام، وكده بقى الديسبليس من نفس التكتشر بتاعت الطريق نفسه. طيب تعالوا نعمل الكونتاكت بوينت او كونتاكت بوينتس تكون اعرض من كده شويه. هناخد الاثنين دول كنترول دي، تمام، وهنروح للبلر وهنقلل البلر ده شويه. تمام، نعملها بس سولو. حلو، وناخد البلر التاني نقلل ده كمان شويه بحيث بالظبط تبقى بالشكل ده كده. يبقى في كونتاكت بوينتس هنا، بس دي بقى مش عايزين لها ديسبليسمنت ماب. تمام، ويمكن اللي تحتها الديسبليس عايزينه يخف شويه. ماشي، يبقى بالشكل ده كده. ممكن نروح لدي والبلر ده سنه، ده البلر 2 على فكره، خلي ده 3 مثلا، والإتريشنز أقل، وده ممكن يبقى سن كده. يبقى كده دي كونتاكت بوينت اهي. نيجي بعد كده كنترول دي تاني، ده اهي هنزود ده سن. عارفين احنا بنعمل حاجه زي فول اوف للبلر من شديد قوي لاشد شويه لبعد كده يعمل فيد. فلو جينا نبص على الدنيا هنلاقيها كده في الاخر. نستنى لما نخلص. حد لاحظ ان في تقل؟ تقل ده ليه؟ عشان الاخ ده بما ان ملوش لازمه قوي ومش هيبان قوي، فيعني نسهل بقى على نفسنا. بعد كده نعمل الجلو. هاخد اولا دي كده ملهاش لازمه عندنا في حاجه، هاخد اللايتنج مين وهعمل كنترول دي وهطلع بدي فوق، ودي هتبقى الجلو وهحط جلو. بس قبل ما احط جلو او خلينا نحط جلو ده دلوقتي، زي ما احنا شايفين مش ظريف خالص، فانا هعمل دي زيرو زيرو عشان يعني يبقى على كل الالوان الفاتحه. الانتنسيتي بوينت 1 يعني تقول ده قليل، ما هو احنا عايزينه قليل في الاول. تمام، انه بعد كده هنلاير جلو فوق جلو فوق جلو فوق جلو. تمام، فهيبقى الموضوع صعب. بس زي ما قلت، بما اننا هنا لو احنا عملنا سولو شغالين على الفا خلاص، يبقى اول حاجه هنحطها سوليد كومبوزيت. تمام، الفرق بين ده يعني لو احنا جينا شلنا ده كده، تمام، وخلينا ده بلاك، ده الجلو بالسوليد كومبوزيت. تمام، ولو عملنا دي اد، لو شلنا السوليد كومبوزيت افتكر مش هتشوفوا الافكت قوي، لكن فعلا الموضوع بيفرق في الجلو جامد في حته انك انت ما تحطش سوليد كومبوزيت في الاول وتشتغل على الالفا تشانل على طول. هنيجي على الجلو ده ونعمل كنترول دي، يمكن ده هنزود الراديوس حبتين، يمكن كمان شويه. بعد كده برضو بوينت 1، بعد كده كنترول. عايز اشوف حاجه، لو انا خدت السوليد كومبوزيت بعد الجلو، لكن قبل الجلو بعد الجلو، افتكر في فرق. تمام، فهو اكيد هيبقى قبل الجلو زي ما احنا شايفين، عمل تريم للكالرز اللي ملهاش لازمه او اللي هتضايق، كانت ممكن تضايقنا فعلا. كنترول دي تاني، بس المره دي بقى هيبقى ده